أخوي خالد، وأنت خبير في التجارة الإلكترونية، وش سر اختلاف السلع؟ شفنا ناس تمقلبوا في السلع، طلب من الموقع وصورته كانت شيء ويوم وصله طلع شيء ثاني. طيب خليني أقول لك هذه وبألق المثال عليك أنت. سلع طلبت استخدمت أنت بموقع إلكتروني صحيح؟ هل اطلعت على وصف المنتج اللي أنت اشتريته؟ وين مكتوب؟ في نفس الصفحة؟ لا، في نفس صفحة المنتج. لو تنزل تحت تلقى مواصفات المنتج. في الغالب الكثير جدا ما يطلع على المواصفات أبدا، ثم إذا طلبها تفاجأ أنها مثلا حجمها أصغر أو مقاسها غير مختلف. فبالتالي الآن المستهلك هو اللي الآن المفروض يكون متوعي في موضوع أنه يكتشف المنتج هذا قبل عملية شراء. أنت فعليا اشتريت صورة، أنت لم تلامسها حتى تشوفها وتأخذها. فأنت تشتريها. نصيحتك له أنه وصف المنتج. أغلب المواقع الإلكترونية الآن يصل مرحلة أنه يعني خلني أقولك على فئة الملابس، يضع العارض مواصفات العارض اللي لابس المنتج، مقاس اللي هو لابسه، خصر العارض، طول العارض، وزن العارض. فبالتالي هذا يخليك أو يعطيك صورة أو إيحاء كامل عن المنتج اللي أنت راح تطلبه. ترى أنت قاعد تعطي الناس إكسرسايز وتمارين أنهم يعيدون أسلوبهم مع التجارة الإلكترونية. أولاً التحقق عن طريق منصة أعمال والرابط وإلى آخره، ثانياً التحقق من المنتج.